هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى بيبي بلوجر، بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. والنهارده عايزه اكلمكم على مجموعه الفيف للشعر. تمام، انا يعني بقالي فتره اصلا العلب دي كلها فاضيه. تمام، فانا يعني كان عندي من بدري، بس قلت يعني اجربها للاخر وبعد كده اقول لكم النتيجه بتاعتهم ايه. فيلا بينا نبتدي على طول، بس يا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو اول مره تشوفوني على القناه، وما تنسوش اللايك عشان القناه تكبر. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه عايزه ابدا بالشامبو بتاع الفيف الاورنج اللي طالع جديد، اللي هو بزيت الخروع والكلام ده كله. بصوا بقى، الشامبو بيرغي قوي، اوكي؟ وانا في العاده ما بحبش الشامبوهات اللي بترغي قوي عشان بتنشف الشعر بطريقه مش طبيعيه. انا مع انا اصلا قلت قبل كده في فيديو فات ان انا بحب الشامبوهات اللي فيها كلوريد الصوديوم بس بنسب قليله مش عاليه. ليه؟ علشان كل ما زادت نسبه الكلوريد الصوديوم او الماده اللي بترغي في الشامبو بتنشف الشعر اكتر. بس في نفس الوقت احنا محتاجين كلوريد الصوديوم عشان ننضف فروه الراس كويس جدا، عشان لو ما اتنضفتش كويس هتلتهب، ولو التهبت هتبقى ضعيفة هتوقع الشعر. فمهم جدا جدا ان الشامبو يبقى فيه كلوريد الصوديوم قليل. انا شامبو الفيف حسيت ان هو بينشف الشعر شوية، ما حبيتهوش قوي. في حاجات فيها كلوريد الصوديوم وبترغي بس مش زي الفيف، اوكي؟ ده بيرغي قوي، فده يعني مش قوي، ما حبيتهوش قوي، ده نص نص كده. تمام، نيجي لتاني حاجة، البلسم. بلسم بتاع الفيف عش، حبيته جدا 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 جدا، بيرطب الشعر جدا جدا فعلا. تمام، يعني هو بيرطب الشعر وبيمنع الهيشان بعد ما بتستحمي وكده، فبجد روعة، حبيته جدا جدا بصراحة يعني. فانتي لو عايزة بلسم رخيص وحلو مفعوله حلو، فانصحك جدا جدا بالفيف. تمام، تالت حاجة بقى اللي هو الليف ان، اتكلمت عنه قبل كده، تحفه تحفه، عش عش عش، حبيته جدا برده، بيمنع الهيشان. عايزه اقول لكم احيانا كنت بستخدم دوت برده كليف ان، يعني بعد ما اخلص شاور اوكي احط بلسم على شعري كده، ويعني يعني لما اجي استحمى مش بنزل كل البلسم من على شعري، انا بسيب نسبه صغيره كده على شعري عشان يحافظ على ترطيب الشعر. تمام، واحيانا كنت بحط نقطه بسيطه قوي وشعري مندي كده من البلسم ده، حلو جدا برده ونتيجته حلوه ومش بينشف الشعر. ثاني حاجه الفيف ده بتاع الليف ان، الليف ان بتاع الفيف ده فظيع فظيع جدا جدا، بيطر الشعر جدا جدا وبيمنع الهيشان، وحلو جدا البنات اللي شعرها كيرلي. انا شعري كيرلي اصلا، فكتير قوي بسيب شعري كيرلي، يعني مش على طول بعمله، فده حلو جدا يعني، يعتبر احسن ليف ان انا استخدمته قبل كده. اتكلمت قبل كده عن بليس، ما حبيتهوش والناس كلها استغربت ان انا ما حبيتهوش يعني، بس فعلا ده احلى منه بكتير، وده ب70 جنيه. مش عارفه دلوقتي بقى ب90 ولا، بس انا كنت شاريه ب70، فدلوقتي تقريبا غالي بقى ب90 ولا هو ب90، لا هو ب90 اصلا، شاريه ب90 بجد يعني. الفيف ده الفيديو الجاي ان شاء الله، ان شاء الله هوريكم طريقه استخدام الليف ان، يعني انا هوريكم شعري مندي بحط الليف ان ازاي وبسيبه على شعري ازاي، وهوريكم بعد ما شعري نشف بقى عامل ازاي بعد ما استخدمت الليف ان. الملخص ان مجموعه الفيف حلوه جدا جدا جدا، انا عجباني. بس الشامبو مش وحش، بس مش واو يعني، انا مش عايزه برضو اظلمه حرام، فلا هو مش وحش، بس لما تيجي تغسلي شعرك حط نقطه بسيطه جدا، وحط يعني قبل كده برضو قلت في فيديو انك انت بتحطي نسبه قليله قوي من الشامبو، بعد كده تحطي عليها شويه ميه تحطيها على شعرك. تمام، وبتقعدي ترغي عشان تقللي نسبه الرغوه اللي فيه. تمام، بس هو مش وحش، بس خلي بالكم من الرغوه الكتير، دايما هي اللي بتاذي الشعر وبتقصفه وبتمنع ان هو يطول. بس هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباي باي.